تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. بسم الله الرحمن الرحيم، أي الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعادتنا تتجدد بهذه اللقاءات المباركة في هذه الليالي المعظمة من ليالي رمضان. اليوم نكون قد دخلنا في العشر الأواخر من رمضان، وهي أعظم أيام الشهر الفضيل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأن رمضان أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. لقد مرت العشر الأوائل من رمضان، وكدت فيها رحمة الله واسعة علينا جميعا. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ما قمنا به من صيام وقيام وتلاوة القرآن وبقية الصالحات. ثم مرت العشر التوالي من رمضان وهي مغفرة، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ويغفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر. لكن ابتداء من اليوم نحن ندخل إلى العشر الأواخر من رمضان، والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عتق من النار. فطوبى لمن أدرك هذه الأيام المباركة، وطوبى لمن اجتهد في العمل الصالح بأن يصوم النهار ويقوم الليل ويقرأ القرآن ويجتهد في الصالحات. تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام نتحدث عن كيف يمكن أن نقضي أيام العشر الأواخر من رمضان. نموذج ليوم مقترح في هذه الأيام. أوصي نفسي وأوصي أحبتي الكرام، يومنا بماذا يبدأ؟ يومنا يبدأ بالاستيقاظ مبكرا على السحور. جميل أن نبكر بالاستيقاظ في أول اليوم ونصلي لله جل جلاله. قبل السحور بحوالي ساعة من الزمن نستيقظ مبكرين ونبدأ في صلاة التهجد، وندعو الله سبحانه وتعالى بما نشاء في هذا الوقت المبارك قبل طلوع الفجر. فقد جاء في الحديث أنه إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ وهكذا يضل ربنا عز وجل ينادي حتى ينفجر الصبح. فهذا حديث عظيم الشأن. أحبابنا الكرام، كل من عنده إشكال في حياته، عنده أمراض، عنده أسقام، عنده هموم، عنده حاجات، لا تفكر ولا تشغل بالك، فقط أوصيك أن تستغل هذه الأيام المباركة وتستيقظ مبكرا قبل الفجر بساعة، وتصلي صلاة التهجد، وتناجي ربك الجليل العظيم: يا الله ارزقني كذا وكذا، يا الله ادفع عني كذا وكذا، وسوف ترى عجائب قدرة الله جل جلاله. بعد أن يؤذن الفجر لنحرص جميعا على أداء صلاة الفجر في المسجد مع الإمام، خصوصا الرجال. المفروض أن نحافظ على الصلوات المفروضة جميعها في المسجد، لأن كل صلاة تضاعف ب27 درجة. جميل جدا
بعد أن نصلي الفجر أن نمكث في المسجد أو في مقامنا ونبقى نذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس بمقدار رمح. هذه أجمل عطاء، أن تجلس وتمكث في مسجدك أو في مقامك الذي صليت فيه وإن تعذر في بيتك، وتبقى بعد الفجر في ذكر الله في ذكر الله في ذكر الله، إما تسبيح وتكبير وتهليل واستغفار، وإما تلاوة للقرآن الكريم. المهم تبقى بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس بمقدار رمح، حوالي ساعة ونصف، والأجر والثواب الذي سوف ينالك هو أن الله تعالى سيعطيك أجر عظيم. ما هو هذا الأجر؟ أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. ففي الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة، يعني الفجر، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. علينا أيها الأحبة الكرام أن نستغل هذا الوقت بقراءة القرآن الكريم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فإن استطعنا أن نقرأ فيه جزئين تقريبا نكون من المفلحين، ثم بعده نقرأ أذكار الصباح بخشوع واطمئنان، وسوف ترى عجائب قدرة الله. حينما تقوم بهذا الأمر سوف ترى بأن حياتك تتغير، سوف ترى بأن نفسيتك تشرق، سوف ترى بأن الهم والغم يدبر، وسوف ترى السعادة تطلع على محياك، وسوف ترى بأن حاجتك أصبحت مقضية، وأن الحظ السعيد أصبح حليفك. بعد ذلك نأخذ قسطا من الراحة ونستعد للذهاب إلى العمل حسب ظروفنا. هناك من يعمل مبكرا، هناك في وقت متقدم، كل حسب ظروفه. بعد قسط من الراحة نأخذه نستعد لأداء العمل، والعمل عبادة، فالرب عز وجل يطلع فينظر للصائم الذي يعمل ويجد ويكد من أجل لقمة العيش فيباهي به الملائكة. الله تعالى يحب اليد العاملة، ويحب الفكر العقل المفكر، ويحب كل من يتعب من أجل لقمة عيش حلال، ويكره البطال، يكره البطال الذي لا شغل له. بعد ذلك أيها الأحبة الكرام، بعد أن نقوم بأمور الدنيا من عمل وبتبضع وبأغراض ضرورية في حياتنا، تبدأ الفترة الثانية من التدين من جديد. تكون بعد صلاة العصر نصلي العصر جماعة في المسجد، ثم نجلس لتلاوة القرآن الكريم، وحبذا أن نبدأ من الآن أذكار المساء بعد صلاة العصر. وجميل أن نجلس مع أطفالنا الصغار، الوقت المحبذ للجلوس مع أولادنا هو بعد العصر، نعلمهم القرآن الكريم. حبذا لو استطعنا أن نأخذهم معنا إلى المسجد أو نجلس لمقراءة نقرأ معهم القرآن الكريم. هذا الوقت بالضبط وراء العصر إن وضبنا على تلاوة القرآن مع أطفالنا، فإنهم سيكونون بمنأى عن أم الصبيان، ويكونون بمنأى عن العين وعن الحسد وحتى عن الانحراف، لأن هذا الوقت فيه بركة ويكون فيه حصن حصين لأولادنا. فلنحرص على هذا الوقت بعد صلاة العصر. قبل صلاة المغرب أيها الأحبة الكرام نكون قد استمعنا إلى بعض الدروس، إما في التلفاز وإما في المذياع إلى غير ذلك. هناك الحمد لله قنوات فضائية كثيرة، هناك محطات إذاعية كثيرة، هناك دروس نيرة، من بينها مثلا الدروس الحسنية الرمضانية التي تكون بين العصر والمغرب، دروس قيمة فيها علماء أجلاء من مختلف بقاع العالم وفي مستوى راقي جدا، ولك أن تختار من القنوات ومن الإذاعات ومن الكتب ما تشاء قبل المغرب
بين العصر والمغرب استغلها في القراءة، في المطالعة، في الاستماع إلى الدروس العلمية. وقبل أن يؤذن المغرب، هنا نبدأ في وقت الدعاء، الدعاء لأن نستعد للتسبيح وأذكار المساء، ثم بعد ذلك لما يؤذن المغرب نحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أذن المؤذن يقول مثل ما يقول، ثم يختم بالدعاء ويفطر على رطبات أو على تمرات أو يحسو حسوات من ماء، ثم نصلي المغرب. جميل، حينما نأكل التمر والرطب أو نشرب الماء ننصرف للصلاة لمدة 10 دقائق تقريبا، يكون الجسم قد استقبل هذه المواد التي تتحلل سكريا بسرعة، الرطب والتمر والماء، فالمعدة تستعد لاستقبال ما شاء الله من طعام. بعد أن نصلي الصلاة في المغرب جماعة في المسجد، وإن تعذر ممكن أن نصليها في البيت مع العائلة، تجتمع الزوج والزوجة والأولاد والأحباب ونصلي في بيتنا، بيتنا يصبح مسجدا على الأقل في صلاة المغرب، وإن كان أفضل أن نصلي في الجماعة دوما. بعد الصلاة نعود لتناول وجبة الإفطار ونجلس استراحة مع العائلة، لا بأس بشيء من التفكه والابتسامة الطيبة لنستعد الطاقة من جديد. فالجلوس على المائدة في وقت الإفطار مع الأحباب والأولاد وشيء من التفكه لا بأس به حتى نستعد الجديد من الطاقة، لكن لا ينبغي أن نسرف ونبالغ، علينا أن نستعد لذلك لأداء صلاة العشاء، فلنحرص على أن نكون متقدمين قبل أن يؤذن الأذان، نكون قد بدأنا الخطى إلى المسجد، ولنحرص على أداء صلاة العشاء ومع الإمام. وسبحان الله، في الحديث من صلى الصبح في جماعة فكأنما أدرك نصف الليل، ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما أدرك الليل كله. وخصوصا بعد صلاة العشاء نستمع إلى بعض الدروس التي تكون في مساجدنا، كراسي علمية، دروس وعظ وإرشاد تكون في بعض المساجد، نستمع فيها توجيهات وإرشادات خفيفة للصائمين في هذا الوقت في انتظار تجمع الناس، ثم نصلي الصلاة مع الإمام، ثم نبدأ في صلاة التراويح. وتسمى تراويح لأن فيها ترويحة على البدن وعلى النفس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. لما نصلي مع الإمام لا داعي لكي ننصرف إلى حال سبيلنا، نأسف أن بعض المصلين يصلي العشاء يسلم فينصرف أو ركعتين أو 4 ركعات ثم يتعجل، إلى أين يذهب؟ لو كان له عمل جدي، عمل مستعجل، فلا بأس، العمل عبادة، ولكن قد يذهب إلى المقهى أو يذهب أمام التلفاز أو غير ذلك من الأمور، الوقت طويل طيلة السنة، لكن هذه الأيام أيام مباركة ينبغي أن نستغلها. يا ما جلسنا على المقاهي وشاهدنا التلفاز في مسلسلات، يكفي، هذه أيام مباركة ينبغي أن نستغلها ونستثمرها قبل أن يولي رمضان، فلم يبق منه إلا القليل، فنحزن على وداعه، فلنحرص على أن نقوم مع الإمام حتى ينصرف، من فعل ذلك كتب له قيام ليلة. بعد أن ننتهي من الصلاة في التراويح نعود إلى بيتنا لكي نجالس العائلة، نجالس الوالدين، نجالس الأهل، نجالس الأحباب، وعلينا أن نفر من مجالسة البطالين، كاين بعض الأصدقاء أو بعض الرفقاء لن تربح منهم شيء، إذا جلست معهم غدخل في واحد السجن طويل ديال الغيبة والنميمة، أو على الأقل نتحدث فيما لا يعنينا، نتحدث في قضايا سياسية، قضايا رياضية، قضايا عامة، ليس هذا وقتها، هذا ليس وقتها، هذا وقت تمين، هذا وقت العائلة والأحباب والعبادة والطاعة، فلنحذر عن مجالسة البطالين ولنفر منهم فرارنا من الأسد. هذا بالنسبة للرجال عموما، أما بالنسبة للنساء الصائمات فعندهم برنامج قد يكون في الصلاة والعبادة محدود نظرا لأن عندهم أشغال منزلية كثيرة،
فالمرأة التي تسعى لإسعاد زوجها وأولادها وأنها تقوم بأعمال الطبخ وأعمال الكنس، هذا العمل في حد ذاته هو من أعظم العبادات، فيه أجر وثواب، لأنه بمثابة الجهاد، جهاد المرأة في بيتها وفي شغل زوجها. لكن هذا لا يعني أن المرأة تضيع هذا الشهر الفضيل. لابد أن يكون لها برنامج في تلاوة القرآن، الورد اليومي، لابد أن تحافظ على أذكار الصباح والمساء، لابد أن تساهم في إفطار أهل البيت بما يسعدهم. هذا كله فيه خير عظيم بإذن الله تعالى، بل ربنا يعطيها المدد والقوة لكي تقوم بالعمل الكثير في هذه الأيام بإذن الله. فعلينا أيها الأحبة الكرام أن نستثمر هذه الأيام المباركة ونجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى، ونجدد العهد مع أنفسنا وأحبابنا، لكي نكثر من الأعمال الصالحة في هذه الأيام التي هي ثمينة عند رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وعلينا أن نستثمر هذه الأيام قبل أن تودعنا وتفوتنا أيام العشر الأواخر من رمضان، خصوصا ونحن على أبواب ليلة عظيمة هي ليلة القدر. اللهم يا رب وفقنا للصيام والقيام وتلاوة القرآن، اللهم وفقنا لإدراك ليلة القدر، اللهم يا رب وارزقنا فيها أوفر النصيب، إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. أحبتنا في الله، سوف نتوقف قليلا لفاصل قصير، ونذكر بأن أرقامنا الهاتفية مفتوحة في وجه الجميع من أجل المشاركة والاستفسار، وعروضكم المفتوحة للجميع يا مرحبا بكم. أرقامنا 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62، أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50. فاصل قصير حول ليلة القدر، ثم نعود لنواصل. تقبل الله من الجميع. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعود أيها الأحبة الكرام لنستقبل المكالمات الهاتفية، فمرحبا وأهلا وسهلا بكم جميعا. نبدأها من فاس العاصمة العلمية للمملكة مع سي عادل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور. أهلا سيدي عادل. ما شكرا. أنا دكتور مع عندي تقريبا شي قريب سنة وأنا تنتصل بأرقام هاتفية وما كيشدلياش. لا إله إلا الله، اسمح لي نخويا. ودي ضرني فرحان بزاف حيت شدي الرقم ديالكم. اسمح لنا سيدي عادل، اسمح لنا، الله يعطيك الخير والبركة. يا مرحبا بك. اسمحوا لي انتم. العفو. بغيت النمرة ديالك ان شاء الله. مرحبا، واخا ان شاء الله. حقاش عندي نفس مش حالة وانا كنحاول نتصل بك تقريبا تقريبا 6 شهور هكا يوم ما عادي. ولدي شحال العمر ديالك؟ 30 سنة. 30 سنة، وهذا المس عندك قديم؟ تقريبا قديم كيف فينا كان عاد اطلع هاد السنة هذه. باش كتشعر؟ اش كيوقع لك؟ المهم بغيت نحكي معك المهم خارج بك ان شاء الله الا كان من الممكن النمرة ديالك. واخا باذن الله سيدي عادل، باذن الله انا غندوزك الستوندار ومعنا الاستاذ المخرج لاله مجدولين، غتعطيك الرقم الهاتفي ونتواصلوا فيما بعد باذن الله. سي عادل الله يشفيك ويعافيك. الله يرحمك الوالدين جزاك الله خيرا. العفو العفو العفو. والله اللهم يرزقك العلم النافع يا رحمن يا رحيم. اللهم امين. شكرا لك. المشكل ديال المس غالبا هو كيصيب الفتيات وكيصيب النساء. علاش الفتيات اللي باقين قبل الزواج كيصيبهم المس العاشق، والنساء الكبار كيكون عندهم الهم الشديد، كيوقع لها الضغط ديال الهموم والمشاكل، وقد تصاب ببعض الاعمال السحريه فتصاب بالمس. غالبا النساء، الرجال نادرا كيتصابوا بالمس، ولكن لكن عندهم المس كيتعذبوا. الرجال مسهم صعب جدا. علاش؟ لان المس اللي كيصيبهم قد يكون من النوع العاشق، كتبغيه واحد المراه من ذاك العالم الخفي وكتزيرو،
وكتستقر ليه في مكان معين غالبا في الركبه، وكتلقى دائما الركاب ديالو كيشكي منهم ديما كيتعب ديما كذا، احيانا قد ينتقل الى جهات اخرى من الجسم، وكتخليه دائما بعيد كل البعد عن الناس، العمل ما يقدر يخدم، القرايه ما يقدر يكملها، اللي يبغي يتزوج ما يقدر يكمل دينه، وإذا كان مزوج يفتر في علاقته مع زوجته ويتوارى عن الانظار وكيبقى في صراع. لكن كنبغي نقول لك سيدي عادل ولكافه المستمعين ان هذه الحاله ديال المس ما نعمروش بها راسنا بزاف، راه هي ماشي حاجه كبيره، هي راه غير اعراض كتصيب الانسان، وبقوه الايمان وقوه الاراده وقوه العزيمه راه ممكن نحن نصرع هذا المخلوق الغريب كما انه يصرعنا، نحن نصرعه. راه هو اللي كيخاف منه يخاف منه كيسيطر عليه. وانه كان رجال من الانس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم رهقا كيحقر. فالانسان كلما كان قوي في ارادته وعزيمته مرتبطا من ربه ما يخافش، ما نخاف لا من ظلام لا كنت بوحدي، ما نقولش ناري بوحدي، معي ربي جل جلاله، ان معي ربي سيهدين. وهذه الايام المباركه المعظمه عند الله من شهر رمضان راه الشياطين ضعفاء جدا، ربي كيسلب منهم القوه ديالهم، اضعف ما تكون هذه الارواح الخبيثه ضعيفه في رمضان. وقد جاء في الحديث ان الله تعالى يصفدهم بالسلاسل والاغلال، كيكونوا ضعاف اللي بغى يتخلص منهم هذه هي الفرصه المناسبه، انه كيكثر من تلاوه القران الكريم، كيكثر من ذكر. غنبغي نقول لك اخي عادل هذه الايام حافظ على ذكر واحد، استحضر ما عندك من هم وغم، ذكر واحد يبقى في اللسان ديالك وردده كثيرا، اللي هو علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها، أن تقول اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. كل ما يعلق بك من مشاكل وهموم وصعوبات ينزل حكم بالعفو الإلهي فيطلق سراحك، وغتكون ان شاء الله في وضعيه مريحه باذن الله. الله يشفيك ويعافيك سيدي عادل. ونتحول الى اقليم سويره مع لالا رشيده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام عليكم قريبا. يا مرحبا لالا رشيده. اهلا كبير بسجيل. الله يبارك فيك بنتي. بخير. ولله الحمد. دابا صحه الحمد لله ربي، ونشكرو كي دايره الصويره وكي دايره مالها. لا الحمد لله ربي يخليك، كنشكرك بزاف على هذا البرنامج. العفو بنتي رشيده. انا فرحانه بزاف تقبلت لي الخط معكم. يا اهلا وسهلا بك. شكرا. وصراحه ويدي كان داعي معك. الله يكثر خيرك يا بنتي، الله يرفع مقامك. الله يجازيك بخير، الله يكثر العافيه. شكرا، الله يصلح شبابك يا بنتي. انا بغيت كاع واحد الدعوه على جاتك بخير. نعم. كدهي مع الوالد ديالي ما كيصليش، كيصلي كيقطع. لا اله الا الله. وهذا رمضان كيصلي شويه. شويه. لا اله الا الله. رمضان خويا الله عافيه غيقطع. ما شاء الله ما شاء الله. الجامع غير حدا ما كيمشيش ليها. لا حول ولا قوة، الله يهديه يا رب، الله يهديه ويهدينا جميعا. لا اله الا الله. واخا بنتي رشيده. اخوتي بالنجاح. يا رب باذن الله بنتي رشيده، باذن الله غتبقي معنا بنتي رشيده ختام الحلقه ان شاء الله، ندير واحد الدعوه ديال الخير وغتكون شامله وجامعه باذن الله. مشكل كبير يكون الوالدين شي واحد فيهم ما كيصليش. الا سولنا الوالد وقلنا له علاش ما كتصليش، غادي نلقاو اللوم ماشي اللي هو، اللوم لابائه وامهاتهم. لان المفروض ان هذا الوالد خاصو يتعلم الصلاه ملي كان صبي صغير. احد العلماء لقى واحد الرجل ما كيصليش، قال لي العتاب ليس اليك، العتاب الى امك وابيك. قال لي امه وبرت توفاو، قال لي العتاب اليهم لانهم ما علموك الصلاه. المفروض ان الصلاه نعلمها لصبياننا في 7 سنوات، علموا ابناءكم الصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. المفروض الوالدين يعلموا الاطفال ديالهم الصلاه من الصغر. اما مسكين واحد الانسان والدي ما فاهمينش، هو ما كيصليش وكبر وشب ثم بعد ذلك اصبح كهلا وتزوج وانجب، عاد كيقول له ولادو يا ابتي نتصلي، كتجي شاقه على نفسه الا اذا ادركته هدايه الرحمن. الصلاه ايها الاحبه الكرام
خاص الانسان يعلم علم اليقين بان سر هذا الوجود كله حنا في الدنيا اش غنديروا هنا اش جالسين كنديروا فوق الكوكب الارضي. اولى الاولويات رقم واحد وهو الصلاه قبل اي حاجه، قبل الصناعه والتجاره وقبل الخدمات وقبل العمل السياسي وقبل العمل الحربي وقبل العمل الدبلوماسي وقبل الطبخ وقبل كل هذا الشيء اللي كنشوفوا في الحياه. هذا الشيء كله راه غير اسباب العيش، ولكن سر العيش ومقصد العيش هو في الصلاه. يقول ربنا عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نحن خلقنا للعباده، اما الشيء الاخر اللي كنقوموا به في الحياه هذيك غير اسباب العيش باش نستمروا في الحياه، والا فان العمل الاول والمركزي هو الصلاه. وربنا عز وجل جعل من يصلي مفلح، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. سر الفلاح في الصلاه، وتارك الصلاه هذا مسكين مقطوع الصله بينه وبين خالقه. والله يحفظنا واياكم. حينما يموت الانسان ويورى في التراب في قبره، أول سؤال يسأل، لن يسأل على قانون الأمم المتحدة، ولن يسأل عن قانون السير، ولن يسأل عن قانون الطب، ولن يسأل عن الفرق الرياضية شكون اللي فاز شكون اللي خسر. هادشي كله أسباب الدنيا. أول سؤال تسأل عنه، خليك من هادشي كله، يسأل عن الصلاة. فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. ربنا عز وجل كيوجه العتاب حتى للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. هذا مصلي وربي قال لك ويل، علاش؟ لانه ما كيصليش في الوقت وكيصلي دائما مخطوفه، وملي كيصلي يتباهى باش يشوفوه الناس كيصلي. قال لنا فويل لهؤلاء لانهم يتظاهرون بذلك ويضيعون الصلاه عن وقتها. هذا كيصلي ولكن كيضيعها. فما ظنك بالذي لا يصلي اصلا؟ بنتي رشيدة، باش غتعاوني الوالد ديالك؟ غتعاونيه مرة مرة بواحد النصائح بواحد الإرشادات، صعيب باش الفرع يعلم الأصل، صعيب، ولكن بالطريقة اللبقة أحسن طريقة ديال التعليم. التعليم كاين بالمقال وكاين التعليم بالحال. التعليم بالمقال ما يقوله العلماء، صلي الصلاة فيها الفضل فيها الأجر، هذا تعليم بالمقال. هناك التعليم بالحال، وهو أنني نقوم نصلي أمامه في كل صلاة، نتوضأ ونجمع خواتاتي الصغار وخوتي والوالدة ونصليو أمامه. هو جالس في الصالون وحنا كنفرشوا أمام واحد الزربية ونصليو أمامه. هذا كتسمى التعليم بالحال، هو ضميره غيتأنب. ما نخافوش من بعض الحالات، لأن حنا الحمد لله ربي عاطينا واحد القوة في نفوسنا تسمى الضمير، محكمة الضمير راها كاينة. واخا كتنعس وكتغفل لكن سرعان ما تستيقظ. ملي غديروا هذا العمل هذا ضميره سوف يستيقظ وسوف يحاسب نفسه. اكثر له من الدعاء، يا رب يا رب يا رب، حبب لابي الصلاه، زينها في قلبه، كره اليه الكفر والفسوق والعصيان، اجعله من عبادك الراشدين. وسوف ترين بان الله تعالى سوف يعطيه الهدايه في قلبه. الله يهديه ويهدينا ويهدي جميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم امين يا ربي يا كريم. ومن الصبيرة نتحول إلى فاس مع لالة فاطمة الزهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخيرك يا عمي، كيف قيس خالي بشانيك؟ الحمد لله بنتي، الله يبارك فيك. أنا ما عطيتكش الاسم ديالي الصراحة، ديال بغيت نهضر معك شخصيا. أنا عندي صديق ديالي اتصلت بك من فاس. نعم. اتصلت بك أختي وقالت لك عندها واحد الموضوع وصلت للموت. الله أكبر. لا عقلتي كانت تصلت لك في شهر 4. إياه بنتي إياه. أنا كنت سبقت لك وعطيتها الرقم ديالك نتايا واتصلي فيه ما شاش، ودابا هي بغات تعطيك الرقم ديالك. مرحبا يعني. بنتي واخا بنتي إياه. أمي. نعم بنتي فاطمة الزهراء. تتقول لك لما قدرتش هي تصل بك اتصلت بها، ولا خدام غير الرقم اللي عطيتها تصل بك. واخا بنتي بإذن الله. هانت بنتي غتصل بستوندار وخلي الرقم ديالك حتى لا يدع على الهواء، وان شاء الله حنا غادي نتصلوا بها باذن الله الواحد الاحد. ما يكون عندها باس يا ربي يا كريم، ما يكون عندها باس. بنتي فاطمه الزهراء، ما نقول لك بان هذا الاحساس بالخوف الرهيب من مواجهه بعض المشاكل تصل حتى الموت، هذا غا وهم. راه ما كاين حتى شي مشكله تستحق منا اننا نفكروا الى ابعد مدى الى درجه الموت. كل هذا وهم، الحياه بسيطه جدا.
الحياة لا تساوي أبدا أن الإنسان يتعنت والإنسان يبقى اللي جات مرحبا بها واللي مشات ربي ما بغاهاش. راه كل حاجة كتوقع لنا في حياتنا راها مقدرة من عند القدير، وحنا هاد الأيام المباركة غنكونوا في استقبال ليلة القدر اللي كتنزل فيها الأقدار. الأقدار ربي عز وجل يعاود يكتبها من جديد. إلا كنت الأخ ديالك أو غيرها من الناس عندهم أقدار شديدة عليهم، كل مسكين أصابه ضرر عظيم، ما عنده زهر، حياته كلها عذاب، حياته كلها معاناة، كان عنده قدر فيه شدة. احنا مقبلين في هذه العشر الأواخر على ليلة القدر اللي فيها ربنا عز وجل كيعاود يقدر أقدار أخرى، حتى الأقدار كل سنة تتجدد. في هذه الليلة المباركة تتجدد الأقدار. الإنسان بكل بساطة، لست أدري لماذا الناس يتعبون، لماذا يفكرون كثيرا، والحل بسيط جدا في منتهى البساطة، وهي أن الإنسان يجتهد في العبادة وفي الذكر ويطلب من الله تعالى المدد، وسبحانك يا جليل يتجلى الله عليك بالعطاء. كنعرف أناس سعداء كثيرين في حياتهم وبسطاء في حياتهم وخذوا الحياة بكل أريحية، كتقول لماذا هؤلاء مرتاحون ولماذا الآخرون معذبون، كيقراوا بزاف وكيديروا اجتهادات وكيبحثوا على الحلول المناسبة وكيعذبوا أنفسهم لأنهم أخطأوا الطريق، لأنهم كيتسناو بعض المخلوقات يعاونوهم. هذا كيقلب على بسيكولوج يعطيه معلومات جابها من لندن، الآخر كيقلب على واحد سوسيولوج جاب معلومات من باريس، الآخر كيقلب على واحد سياسي محنك جاب أفكار من موسكو، الآخر كيقلب على كل واحد اش كيقلب. ربنا عز وجل أعطانا الهدي الإلهي القرآن الكريم، وأعطانا النموذج البري العملي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أذكار بسيطة، عبادات بسيطة، مناجات لله بسيطة، ترى عجائب قدرة الله. غتلقى بأن نفسك كتنقى نهائيا، ما عندك لهم ولا هم ولا مشاكل ولا صعوبات، ببساطة القناعة والرضا والحمد يطفح من جسمك وفمك وكل جوارحك، وربنا عز وجل يتجلى عليك بالعطاء فيعطيك ويفتح لك أبواب المغلقة. سبحانك، حياة طيبة، هذا ما يسمى بالحياة الطيبة. الحياة الطيبة هو أن الإنسان يكون قريب من الله وربي يصوبها من عنده، كيقادها كيصوبها ويقادها ويعطيها لك. وكي الله يحفظنا وإياكم ما يسمى بالحياة الضنكة. حياة الضنكة إنسان معدب، عنده المال وعنده الفهم وعنده القراية وعنده ومعدب في الحياة. علاش؟ لأنه ضل الطريق، لم يقصد المصدر. المصدر شنو هو المصدر؟ هو كتاب ربنا عز وجل، الاتصال بالله. راه بحال شي واحد عنده واحد الجهاز كمبيوتر اخر موديل وفي بزاف ديال ليزابليكاسيون، ولكن هو التوصيل مقطوع، يعني الحرارة مقطوعة، الكونيكسيون مقطوعة، ما كيناش، لا قيمة له. عندك بيسي كبير او بورتابل ممتاز وفي دي زابليكاسيون ديال الهبال، ولكن لا كونيكسيون ما كيناش، ما مرتبطش بالشبكه العليا، اذا ما عنده قيمه. في حين ان لا عندك شي حاجه غير بسيطه ولا كونيكسيون مزيانه انت هو الرابح. لا كونيكسيون كنشبهوها بماذا؟ بالعلاقه مع الله، كتكون تقريب من الله. الصلوات الخمس كتجعل لا كونيكسيون ممتده الى الله، الاذكار كيكون الدبيب قوي وفعال، وكتشعر بالرحمة والمغفرة والتواب والخير والبركة. بنتي فاطمة الزهراء الله يشفي الأخت ديالك ويعافيها ويداويها، اللهم أمين يا ربي يا كريم. إن شاء الله نتواصل مع الأخت فاطمة الزهراء، بتخلي التليفون ديالك ونتصلوا معك إن شاء الله، وغنتحولوا من فاس إلى بوجدور مع لالة زهراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كده دكتور هاني، حياك الله لالا زهرة، رمضان مبارك علينا وعليكم ولا جميع المسلمين. ما جزاك الله خير، كنشكرك بزاف على هذا البرنامج هذا، حفظك الله لالا وراك. ما جزاك الله خير بالدعم، يقدرني الدار بزاف يا رب يا كريم. الدار ورجلي بزاف كيضروني. لا اله الا الله. لالا زهرة شفتي الطبيب؟ لا ما مشيت. الله ما مشيت. علاش بنتي بحث ملي كان مرضو كنشوفو ربما مرض عضوي، الطبيب غادي يقدر يعرف شنو هو الداء ويعطينا الدواء ببساطة. وانا من جهتي ما كانش الزوج ديالي تخدم على برا شوية، ما كانش ما كنحضرش بزاف، كيجي يومين ثلاث ايام كيمشي.
الله اكبر. الله يشافيك بنتي. الله يشافيك. امين. الله يجازيك بخير. ردينا الله يجازيك بخير. فرحنا الله بشهادتك لا جبنية. يا ربي يا كريم. لا اله الا الله. لا اله الا الله. الله يشافيك بنتي لنا زهراء ويفرح قلبك في القريب العاجل. لا اله الا الله. اكيد ان زهراء دابا الان زوجها يغيب عنها وهي ما عندهاش وليدات. هذا كيعطيني واحد الانطباع بانها تعيش الوحده، تعيش الوحشه بمفردها. والانسان اللي كيكون وحيد كتهجم عليه افكار، افكار اللي حزينه، وهذا ينعكس سلبا على الجسد. يمكن ان نقول بان الجسم اللي ضرك قد لا يكون من المفترض انه ليس مرض عضوي، قد يكون فقط من مجرد ان الانسان كيفكر بزاف. طبعا الظهر كيضرنا الا كان ضربنا البرد، او ربما زدنا شي ثقل بطريقه غير سليمه، هذا كله قد يسبب لنا في الام الظهر. والركاب كذلك، الا كان الانسان عنده وزن ثقيل خصو يخفف الوزن، او ان عنده واحد الماء اللي كيكون من بين العظام كيقل، ما كيبقاش كيحتك العظام فيما بينهما بحال داك الكريس اللي عندنا كيقل. هذه اسباب معروفه عضويا، ولكن نخلوا الميكانيك ونشوفوا الجانب السيكولوجي. قد يكون الانسان المهموم كيلقى اعراض في الجسد ديالو، اما يشعر بصداع في الدماغ بحال الشقيقه، اما كيشعر بان الركب ديالو كيخواو، اما كيشعر بان الظهر ديالو كيضرو. هذا كله كيبين الجهاز العصبي ديالو يتفاعل سلبا وكيعطيه الالم. بنتي زهره، الى حاولتي ترتاحي نفسيا غادي تشعري بان الالم يخف، حتى ولو كان المرض عضوي. المرض العضوي واخا يكون صح مرض عضوي من اختصاص الطبيب، يكفي ان المريض اذا شعر بالراحه النفسيه وقوه الايمان، راه سبحان الله العظيم الخلايا والهرمونات والدوره الدمويه تتفاعل مع الاحساس ومع المشاعر وتمتثل للشفاء. لاله زهره بنتي، هذه الايام المعظمه كتسمى ايام الخير، العشر الاواخر من رمضان، هذه الايام ربنا عز وجل كيجعل فيها واحد العطاء لا حدود له. نبغي جميعا اننا نكثر من اللي بغيناها، غنطلبوها من عند صاحب الشأن، من عند مالك الملك. ربنا عز وجل يفتح لنا الابواب. قال لنا في هذا الشهر الفضيل اذا اقبل فتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب، وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين ومرضت الجن، ونادى مناد من قبل الله يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر ادبر. معنى هذا ان ربنا عز وجل يهيئ لنا الاسباب لكي نجتهد. بحال واحد التلميذ كسول او ضعيف، كيجي الاستاذ كيعطيه واحد التمارين اضافيه باش يزيد يتقدم الى الامام. هكذا ربنا، نحن علم ان فينا ضعفة، فهيئ لنا رمضان وهاد العشر الاواخر حتى نصعد في روح المبادره. غنطلب منك بنتي زهره، هاد الايام المعظمه غتكثري من الدعاء، من الصلاه، واخا ضريت ركابي صلي وانت جالسه او فوق الكرسي، الصلاه والدعاء، واطلبي المولى ان يمدك بالذريه الطيبه. قولي دعاء سيدنا زكريا: ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. واكثري من الاستغفار، لان الاستغفار يجلب الاولاد. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين، ويمددكم باموال وبنين، وناجي الله تعالى باسم الوهاب. يا وهاب هب لي من لدنك ذرية طيبة، يا وهاب هب لي من لدنك ذرية طيبة، وإن شاء الله تعالى ربي سوف يجمع شملك. بالدعاء سوف ترين عجائب قدرة الله. ما إن ينقضي رمضان وتأتي فرحة العيد، سوف ترين التجليات الإلهية والعطاءات الربانية والكرامات التي سوف يهبها الرحمن جل جلاله. أسأل الله الكريم لاله زهراء أن يشافيك ويعافيك ويداويك، وأن يسعد قلبك بإنجاب قريب ذكورا وإناثا. اللهم عجل لها بالفرج، اللهم عجل لها بالفرج، اللهم أسعد قلبها وأسعد كل النساء التي تعسر عليهم الحمل، اللهم أسعد قلوبهن في هذه الأيام المعظمة. اللهم آمين يا ربي يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونواصل أيها الأحبة الكرام المزيد من المكالمات الهاتفية التي ترد علينا في هذه الأيام المباركة وفي هذه الأوقات المكرمة من العشر الأواخر من رمضان. غنتحولوا من بوجدور إلى إقليم العيون مع لالة حورية.
الو الو السلام عليكم. انا قريبا كده لاباس عليك. حياك الله لاله حوريه. مبروك عواشرك. الله يبارك فيكم لاله. كداير مع رمضان؟ الحمد ربي ونشكروه. عمي قريبان بغيتك تديه معايا. يا ربي يا كريم. حيت قريب يردو علينا في الباك، انا قريت فيه يا العام اللي فات خسرت. نعم. وبغيت تديه معايا حيت قريب يردو علينا قبل. يا رب يا رب. الله. يا رب يا رب يا رب امتحوا لي يا رب يا كريم يفرحكم ان شاء الله تعالى في هذا الشهر الفضيل العظيم المعظم عند الله تعالى. يا رب يا رب يا كريم. بغيت عمي باش نزيح نفرح معايا والديا حيت هما كيستناو الفرحة ديال النزاحة ديالي ان شاء الله. ان شاء الله. لالا حورية بنتي اجتهدتي شوية في الامتحان؟ درتي مجهود ديالك؟ واه عمي قريبا درت شوية اجتهاد مزيان. الحمد لله. والانسان اللي كيدير المجهود ديالو ربي عز وجل عليه الكمال، والكمال من الله تعالى. الله يكمل لك رجاء بنتي حورية. وهذه فرصة. امين. هذه فرصة ندعيو معك بنتي ومع جميع ابنائنا وبناتنا اللي هما هذه الايام على استعداد لاستقبال النتائج ديال الباكالوريا. طلبوا الله تعالى يا رب ويا كريم في هذه الساعه المباركه وفي هذه الايام المعظمه عندك، اللهم فرح قلب لاله حوريه ووالديها وجميع ابناء المسلمين والمسلمات، اللهم جميع المتبارين في الباكالوريا هذه السنه على الابواب. يا ربي يا كريم هيئ لهم من امرهم رشدا. يا ربي سمعهم خبر الخير وارزقهم النجاح وارزقهم التفوق وارزقهم التألق بفضلك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين. يا ربي انهم داروا جهد المقل، تعبوا وحفظوا ودرسوا واجتازوا الامتحان على قدر ما يستطيعون، والكمال من عندك يا كريم. اللهم يا ربي عجل لهم بالفرج وارزقهم النجاح يا ربي وارزقهم التفوق، وأسعد قلوبهم وقلوب والديهم أجمعين برحمتك وجودك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. يا ربي إنا نسألك بحق اسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تفرح الجميع بنجاح قريب مرتقب. قولوا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. نعود أيها الأحبة الكرام لنواصل هذا اللقاء المبارك ونستقبل المزيد من المكالمات. معنا اللحظة الأستاذ محمد الترابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم سيدي الشيخ الجليل سيدي محمد الترابي. نعم. أهلا وسهلا بكم استاذ. بخير حياكم الله مولاي. صحتكم لاباس اعزكم الله. الله يجعل هذا الشهر عليكم بالقبول وبالرحمه والمغفره والعتق من النار. يا رب يا رب. سي محمد ترابي الشيخ الجليل الوقور المهتم بالقراءات القرانيه وعلوم التجويد والمديح والانشاد الديني، واللي تخرج على يده عدد كبير من المواهب الرائده في هذا المجال. مرحبا بك سيدي محمد ترابي. شكرا. مرحبا. شكرا مثل. سيدي محمد هذه الأيام الرمضانية المعظمة عند الله كنلاحظوا بأن بعض المهتمين بالقرآن الكريم وبالإنشاد الديني لا يكادون يفترون، الأنشطة كثيرة وتحركات كثيرة، لولا حدثتنا عن جهودكم في هذه الأيام المعظمة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القائل ورتل القرآن ترتيلا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل دين القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. إنها أيام بديعة، أيام جميلة، أيام رائعة. إنها أيام من شهر رمضان الأبرك، شهر القرآن، شهر نزل في القرآن على ذي قدر، وعلى سيدنا محمد ذي قدر، وعلى أمته ذات قدر. هذه الأيام أيام قرآنية، أيام الصيام والقيام والركوع والسجود، فالأيام كلها يتلى فيها القرآن، والأيام يمدح فيها الحبيب مصطفى ويبتهل فيها إلى الله، لكن في رمضان لا له وقع خاص، يكثر في هذا العمل الصالح عند الصائمين. فالبرامج التي تقام في مثل هذه الأيام المباركة تقوم بها إما جمعيات وإما المقاطعات على سبيل الدار البيضاء. إذن
فمقاطعة عن السوق هذه الأيام أقامت ليالي مباركة كبيرة جدا استقطبت إليها كبراء أو قراء استقطبت إليها قراء متميزون وأهل السماع والمديح على مستوى عالي والحمد لله تبارك الله. وسميت تلك هذه الدورة نعم نعم سيدي محمد سيدي محمد ألو في مجالي في مؤكدين وهو المقرئ جابر محمد جابري الحياني نعم محمد جابري الحياني نعم نعم وينبغي لهذه الذاكرة أو للشخصية أن تعود بنا إلى تعود بنا إلى الذاكرة من حيث هذا الرجل الذي لا ينبغي أن ينسى وكان ذا صوت شجي رنان كان يعني يحج إليه الناس من كل مكان ليستمعوا إلى قراءته وإلى إنشاده وتسيد الإنشاد في الدار البيضاء حتى أن كل من له يد في مجال السماع لا يستطيع أن يسير إذا كان بجنبه جابر الحياني. إذن فهذه الأيام قمنا بدور بمرجانات فيها السماع والمديح وقراءة القرآن الكريم وسميناها دورة محمد جابر الحياني. إذن كان أسبوع إقرائي جميل رائع جدا ابتداء من الخميس إلى الخميس. نعم. فالخميس كنا بفضاء عين شق. نعم. وترأس تلك الجلسة أمجد صوري أتى بمجموعة من المادحين وتلة من القراء أبدعوا في قراءة القرآن الكريم. ثم كذلك في اليوم الموالي كنا في الملعب بسيد معروف واستقطب هذا الملعب خيرة الفنانين في الابتهالات والأمداح منهم محمود طربي وشعيب فضيل وكذلك خضر الحكيم ويونس مسطان وأدوا أداء رائعا مع وصلات قرآنية كذلك. ثم انتقلنا كذلك إلى مكلسة وأعطيناهم حقهم فيما ينبغي فيما يخص تلاوة القرآن وقد جاء قراء مشهورون في تلك الجلسة الربانية وهم الإيراوي والقرعاني وعادل مسلم وحديدي وشنوف وأمتعوا الجمهور بأروع الأصوات الجميلة تلاوة لآية من الذكر الحكيم. وختمنا بالأمس هذه الجلسة الربانية في بجانب مقاطعة عين شق حيث حضرها رئيس المادحين الذي هو علي الرباحي وأتى بمجموعة من الشباب يعني من خيرة الشباب في المديح والسماع وكانت هناك مسابقة أجريت في مقاطعة عين شق وفي ذلك اليوم وزعت الجوائز. إنها ليالي رمضانية إنها ليالي ربانية الحمد لله. إنها ليالي يعني فيها موائد متنوعة لتلاوة كتاب الله وأمداح رسول الله. هنيئا لنا في هذا الشهر المبارك الذي نطلبه الله سبحانه وتعالى أن يغفر فيه ذنوبنا وأن يتقبلنا فيه قيامنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وأن يجعلنا إن شاء الله في أواخره من الذين اعتقهم من النار جل وعلا يا وهذه الجلسة الطيبة مباركة معك أخي الدكتور كريبان. شكرا سيدي محمد ترابي. لو تفضلتم أنت نعم. من المشايخ الأجلاء الوقورين المهتمين بالتجويد القرآن الكريم قضيت تقريبا أكثر من 40 سنة في تعليم نعم. النشأ نعم. لحبذا لو شنفت مسامعنا بتلاوة آيات بينات عطرة من القرآن الكريم مما تلوتموه في هذه المهرجانات الطيبة التي زينت فضاء مملكتنا الشريفة خلال هذا الشهر الفضيل المعطر. بسم الله إن شاء الله. مرحبا يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أنا الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم صدق الله من العظيم تبارك الله ما شاء الله مع شوية العياء والتراويح طبعا سي محمد ترابي معروف بأنه يصلي التراويح ومتنقل كتلقى في كل يوم في مدينة هو في الدار البيضاء ثم في السطات في المحمدية في برشيد بن سليمان هنيئا لك وهنيئا لمن يصلون خلفك سيدي محمد ترابي هذا الأسبوع كان الحمد لله الدار البيضاء كانت مزينة بهذا التكريم ديال الشيخ القراء والمادحين السي محمد جابر الحياني الغاية من هذا الشيء كله هو جمع التراث وخدمته خدمته وترتيبه وتلقينه إلى الأجيال المقبلة يعني ينبغي أن نعرف بقرائنا الذين يقرؤون بمقوماتنا وتوابتنا وهويتنا وخصوصيتنا فيما نحن نتميز به من قراءة يعني لها فرادة وتميز فيما يخص الطبوع المغربية وكما الشأن فإننا نهتم بالصيغة المشرقية ولنا من الأصوات الجميلة الرنانة في المغرب الذي يستطيع أن يجمع بين الحسنين الصيغة المشرقية لكن حينما نريد أن نهتم بالصيغة المغربية فلنا أن نبرز أحد معالمها حتى نعطيهم حقهم فيما أعطوا لهذا البلد من عطاء رباني كبير في تلاوة القرآن الكريم وحتى أنهم تخرج على يديه كثير من المادحين وأقول لك على رأسهم عمجد صويري والعربي الجزار وعبد الحق التقناني وكمال العريشي وعبد الرحيم صويري وغيرهم من كبار المرشدين الذين كانوا يجلسون بين يديه في مجالس متعددة ومناسبات متعددة يأخذون ويشربون من معينه وكذلك القراء وأذكر منهم المرحوم حسن بن عمر وعبد الحق التقناني ودريس العباسي وعمر عتيق الذين كانوا يقلدون هذا القارئ ويحاكونه من ناحية قراءتهم وإن لم يبلغوا شأوه فإنما قد وصلوا إلى الهدف المنشود فيما يخص القراءة المغربية لذلك فينبغي أن نعرف بمثل هذه الأهرامات الكبيرة في تلاوة القرآن الكريم حتى نبين للجيل المستقبل
من هم منهم هادو الشيوخ، هؤلاء الشيوخ الكبار الذين تركوا لنا ثروة كبيرة في مجال الإقراء الصوتي المغربي الخاص. نعم سيدي محمد، ترى بك سؤال، إلى أي مدى الشباب ديالنا الحمد لله المغربي المتدين يتعاطى إلى هذا المجال ديال القراءات القرآنية وعلوم التجويد؟ واش هناك اهتمام من طرف الشباب وهناك رعاية وعناية من أجل تكوين جيل مستقبلي؟ هذه خاصية مغربية لن تجدها في بعض البلدان هنا، وجدنا فعلا في أقطار متعددة، ووجدنا أن المغرب متشبت أولا بالقرآن الكريم، وكونهم يحبون نبيهم محمد رسول الله، فإن هناك مجالس كثيرة توجد في مناطق المغرب كل جمعة صباحا وحتى الليالي الدينية والمناسبات الموجودة عند المغاربة في بيوتهم، فإنهم يستقطبون المديح والسماع وقراء كتاب الله، وهي ظاهرة تميزت بأن المغاربة يحفظون القرآن الكريم، وزادوا على الحفظ أنهم يجودونه أحسن تجويد، كونوا أنهم موهوبون لهم أصوات جميلة، رأيناهم يحرزون على الجوائز الوطنية والدولية، وكفاهم فخرا أنهم يعني تسيدوا الجوائز في الدول العالمية و يعني الدول الأخرى جعلتهم يحضرون من هذه الحظوة المغربية الكبيرة وهذه الصحوة الإقرائية الجميلة الرائعة. هؤلاء المغرب الشبان الشباب، كثير من الشباب يعني برزت أصواتهم وأصبحوا عبارة عن مشاريع قرآنية مستقبلا وحاليا كذلك. فالذي يبهش هو ما ومكانة المغرب عند الجميع فيما يخص قراءة القرآن بالأصوات الجميلة الرنانة. سيدي محمد ترابي، أنتم أفنيتم زهرة عمركم في حفظ وتحفيظ القرآن للناشئة والصغار والكبار والشباب، ومن بين الذين استفادوا من علمكم ابنكم البرسي محمد سي محمود الترابي. نعم. كسؤال سي محمود الترابي، فين وصل لحد الساعة؟ محمود الترابي هو في مجاله مجال الفني، نعم، في الأمداح النبوية وفي الإنشادات المتنوعة الهادفة، وهو مع القرآن دائما، صوته يعني ازداد يعني تأثيرا وازداد جمالا. محمود هو على هذا النهج إن شاء الله، إن شاء الله حتى يصل إلى المبتغى. نعم. إن شاء الله الكريم. وحنا غنستمتعوا بواحد الأنشودة ديال ابنكم البارسي محمود الترابي. نعم. وهو يتغنى برمضان. نعم. ويتغنى بأمجاد رمضان. شكرا لكم. نعم. سيدي محمد الترابي على سعة صدركم وعلى هذه التوضيحات والإفادات الطيبة. ما شاء الله وتبارك الله، كنا مع هذه الأنشودة الجميلة بصوت الشاب محمود الترابي، وهو الابن البار للشيخ محمد الترابي اللي كنا معه في هذه الدردشة الطيبة. فهنيئا للأباء الذين يهتمون بتربية الأبناء ويعلمونهم صنعة اللي فيها فائدة عظيمة. أعظم صنعة هو كيف يبلغ دعوة الله بجانب فني جميل محبب إلى النفوس. فهنيئا لسي محمد الترابي ولابنه محمود الترابي. ما زلنا أيها الأحبة الكرام نستقبل المزيد من المكالمات، وقد ذكرنا بأن بلادنا المغرب في هذه الأيام يزخر بعدة ندوات ومحاضرات وأنشطة ثقافية واجتماعية وتربوية كثيرة كثيرة جدا. ربما الإعلام ديالنا مفرط شيئا ما في تسليط الضوء على مثل هذه الأنشطة الشعبية اللي هي فيها واحد الخير عظيم جدا. ومن بينها نذكر أن مثلا الدار البيضاء في هذه الأيام كانت مع تكريم لأحد الأعلام الكبار اللي هو السي محمد جابري الحياني اللي هو من كبار المقرئين، كانوا المقرئين المشايخ الكبار في مصر، منهم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد كان ينوه بهذا المقرئ الفاضل. وربما الأجيال ديالنا ما عارفينش هذه الأسماء، عارفين الأسماء ديال ربما فنانين رياضيين ولكن مقرئين وعلماء يكادوا القليل كيعرفهم. فتحية كبيرة لبعض الجهات التي نظمت مهرجان ضخم في الدار البيضاء تكريما لهذا العلم من أعلام القراءة والإنشاد،
وحضروا فيه عدد كبير من المسمعين والمقرئين من مختلف المدن المغربية. معنا أحد الأساتذة الذين حضروا لهذا النشاط، غادي يحدثنا عليه أكثر باش نستفدوا ونعرفوا الأسرار المباركة ديال هذا الجانب المشرق من حياتنا المغربية. معنا الأستاذ سيدي عمر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سي عمر من الدار البيضاء. ألو ألو، السلام عليكم. ربما وقع مشكل في التواصل. فقلنا أيها الأحبة الكرام، هذه الأيام المباركة الكل يفتخر بهذا النشاط الثقافي الكثير ومكثف للغاية. فهناك أنشطة تربوية، أنشطة ثقافية، أنشطة رياضية، وأنشطة قرآنية بامتياز. وفي هذه الأيام المباركة كنلقاو تجمع ديال القراء. القراء المغرب يزخر بالقراء، حينما كتحضر لشي نشاط كيبان لك خشبة يتجمع فيها أصوات مذهلة، كتقولي هذا الخير كله عندنا في بلادنا والكثير يخفى عنه. فكانت فرصة طيبة لتجميع هؤلاء القراء والمنشدين على ما يقدمونه من مضامين فيها واحد التوجيهات وإرشادات ربانية كثيرة جدا فيها بركة للجميع. كيرجع عندنا سيدي عمر من الدار البيضاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الدكتور قريبة المحترم، حياك الله مولاي. حياكم الله سيدي، وليلة مباركة. أعزكم الله. وأنتم دائما تأتون بالجديد في هذا البرنامج المبارك ديال الإذاعة ديال الميد راديو. حقيقة نحن فرحون جدا، لأن كل محب وكل مستمع ومستمتع ينتظر منكم دائما الجديد، وأنتم دائما تأتون الجديد، وخاصة تعملون في ظرفية مباركة، وهو ديال هذه الأجواء الروحانية ديال رمضان، هذا الشهر العظيم المبارك علينا وعليكم وعلى المغاربة قطبة باليمن والبركات وعلى الأمة الإسلامية جمعاء. اللهم أمين يا رب. سيدي محمد، سيدي عمر من دار البيضاء، هذه الأيام عرفت بأن كان واحد تكريم لعالم من كبار الأعلام اللي هو السي محمد جابري الحياني، واللي الكثير ما كيعرفوش. بغينا منكم واحد لمحة عن محطات مشرقة من حياة هذه الشخصية المغربية المتميزة في القراءة والإنشاد. حقيقة الدكتور قريباً، هاد الهرم الشامخ وأحد من الأعلام، ونعطيه صبغة كبيرة، وأحد من الأقطاب الشيخ المقرئ رحمه الله الجليل سيدي محمد الجابري الحياني رحمه الله. حقيقة أن هذا الرجل اجتمع فيه خاصية خاصة، حيث أن المرحوم الفقيه الشيخ سيدي الجابري الحياني رحمه الله كان شيخ القراء وشيخ القارئين للقرآن الكريم، وقد امتزج صيته في المشرق والمغرب، يعني داخل المغرب وخارج المغرب. الفقيه الحياني رحمه الله، نحكي لك يعني حقيقة الصورة الحقيقة التي عايشناها من الأب ديالي، أولا المرحوم الشيخ المديحين بالعرائش برحمة الله الواسعة سيدي عبد السلام العمراني المريني، الذي كان يرافق الفقيه الحياني وكان يأتي من العرائش إلى الدار البيضاء عنده، كان يجلس عنده، لأنه كان أولا يستقطب الأعمدة ديال المديح النبوي الشريف، خاصة أنه لما كان من فاس، لما كان في فاس قد كان الرجل حافظا للمدح النبوي الشريف والسماع المغربي الصوفي الأصيل. كان يحفظ ظهرا عن قلب أولا البغضة والهمزية كانت عند الفقيه الحياني. وبعد ذلك الفقيه الحياني كان بدأ في المدة ديال الخمسينيات كيشتهر بقراءة القرآن الكريم، وبدأ عند الأعيان ديال هنفاس، الأعيان ديال هنفاس كيحبوه، اشتهر بالقراءة ديال المولد النبوي الشريف. كان هو أول شخص
يعني كانوا المادحين يقرؤون المولد النبوي الشريف في المناسبات، ولكن هو احد المبرزين في القراء المغاربه والشيوخ الذي كان يقرا المولد النبوي الشريف بالانغام المغربيه، خاصه قراءه سرد المولد ديال القصه ديال الشيخ العالم الجليل الصوفي الكبير سيدي محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله، هو اللي شهر هذا المولد ديالو. نعم سيدي محمد. سيدي عمر، ما المقصود بقراءه المولد؟ ربما بعض الناس كيسمعوا هذه الكلمه قراءه المولد، شنو المقصود فيها؟ شنو هو المضمون ديالها؟ هي اولا قراءه المولد قصه ديال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللهم صل عليه وعلى آله وسلم. نعم. وهي قصة مقتبسة حقيقة من سيرته النورانية. نعم. وقد اقتبسها عدة شيوخ المتصوفة، يعني كلهم عملوا المولد، ولكن المولد القصة ديالو اللي كانت مبرزة عندنا في المغرب والتي أجازوها المديحين وحفظوها ظهرا عن قلب، هي القصة ديال الشيخ ديال سيدي محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله، شيخ الزاوية الكتانية رحمه الله. كانت والقصة ديال المولد هو أنه إظهار سير الوجود ديال سيدنا محمد وسير الخلق ديالو، سيرة خلقه وما الشمل في وصفه، ثم إظهار على أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعني مبغضا على الأنبياء، لأنه أعطاه الله تعالى الوحي المبين ثم أعطاه الرسالة، والمغاربة حبوه محبة كبيرة، والدلالة ديال المحبة ديالهم والمغازي ديال المحبة ديالهم هو إظهار هذه القصة ديال المولد النبوي الشريف، فشربوها المغاربة في البيوت وأصبحوا يتبركون بها في كل مناسبة دينية، سواء كان أولا هي كانت عندها وعندها واحد الطبع خاص، كانت دائما كتعمل في الذكرى ديال المولد. نعم. كتعمل في ذكرى ديال المولد النبوي الشريف، ولكن أصبحت في جميع المناسبات والطقوس الدينية في العقائق وفي جميع المناسبات عند المغاربة يتباركون فيها ويستحضرونه روح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتبريك في محبته عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذه هي المغزى ديال القراءة ديال القصة ديال المولد. نعم. هو إظهار سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالألحان. نعم سيدي عمر، الألحان المغربية. لو تكرمتم وعطينا شي مقطع من هذا. أولا اللي بغيت نقول لك سيدي الدكتور الله يجازيك، نوضح للفقيه الحياني. نعم سيدي الحياني رحمه الله، هرم من الأهرام في القراءة المغربية. نعم. لأن هذا الموضوع هذا هو موضوع كبير جدا، واليوم حنا فرحنا الحمد لله على ابن دولي الدارس في الكلية ديال عين الشوق، يعني الله يجازيهم هذا المجلس ديال المقاطعة ديال عين الشوق، على رأسهم كنشكروه جزيل الشكر وهذا الاهتمام السيد الرئيس سيدي عبد الملك الكحيل الذي اهتم بإظهار هذه الندوة في هذه الكلية، خاصة أن هذه ثلاث أيام كانت ديال السهرات بالمديح النبوي الشريف بالأنغام المغربية، شاركت عدة فرق، والسهرة الأخيرة اللي كانت البارح ديال الأستاذ ديالنا سيدي علي الرباحي وكنت حاضر فيها. أولا ومن جهة أخرى هو أن الفقيه الحياني رحمه الله مدرسة مغربية حقيقية نافعية وبأنغام المغربية الأصيلة، لأن الفقيه الحياني رحمه الله تعرض لعدة مضايقات في العهد اللي كان كيقرأ القرآن، لأنه اشتهر في المغرب وخارج المغرب، لأنه قالوا تنكير من بعض الدول، لأنه قال لك أودي هذه القراءة حقيقة كاين اللي أعطى فيها الإجازة وكاين اللي ما أعطاش فيها الإجازة، ولكنه الحمد لله كان الرجل مبرزا. علاش؟ لأن قراءة مغربية بقواعدها محطة، ثم اهتم بالأنغام المغربية وخاصة الطبع المزنون، ما بقاش عندنا القليل في القراء المغاربة اللي كيقرا بالمزنون إلا القراء اللي هما مديحون، مثل أشكال أخ الشيخ سيدي محمد الترابي الله يجزيه عنا خيرا الذي يحيي القراءة المغربية في جميع المدن. الحمد لله، وخا عندنا القراء الحمد لله مبرزون، عندنا أصوات عظيمة وكبيرة في هذا الوقت اللي ما كانش في ذاك الوقت،
ولكن تهتموا بالقراءات الشرقية. حقيقة القراءة الشرقية مباركة، ولكن كنبغيو حتى حنا الأصوات ديالنا يتجددوا ويبانوا أمثال الفقيه المرحوم الحياني، وبغيناهم يقلدوه. أمثال الفقيه المرحوم رحمة الله تعالى سيدي الفقيه الحاج عبد الرحمن موسى، إيه رحمة الله عليه، ثم كذلك المدرسة العبقرية التي أظهرت الطبوع المغربية واحد الصوت لين، يعني صوت الحسين، مثل الشيخ المرحوم سيدي عبد الحميد الحسين رحمة الله تعالى. كذلك المقرئ الشهير الذي اقتبس من مراكش، وكان رحمة الله عليه المرحوم الحسن الثاني يحبه، المقرئ سيدي الطيب كحل العيون الله يشفيه. هو كان كيقرأ بالقراءة المغربية المبرزة وبالطبوع المغربية الحقيقة، خاصة طبع الرصد وطبع رصد الدين ثم طبع المزمون. والفقيه الحياني كان رجلا شيخ للسماع في المغرب، حيث هو الذي أشهر السماع المغربي بالبيضاء، ما جاء من فاس، أشهر السماع المغربي بالبيضاء، وتتلمذ على يديه عدة مديح، أمثال سيدي عبد المجيد الصويري الله يزكي له في العمر، وأمثال السي العربي العريشي، العربي العريشي تهو المديح، والسي الإخوان ديالنا اللي هما مسلمين، والأخ اللي كان رحمة الله عليه الرفيق ديالو في طول مشواري الفقيه الحياني هو سيدي المرحوم برحمة الله نور الدين الحديوي المقرئ ديالنا المديح، الذي توفي في الديار السعودية رحمة الله عليه. كان يقلد الفقيه الحياني قراءة محضة. والمرحوم سيدي حسن بن عمر رحمة الله عليه الملقب عند البيضاويين بحسن السبتة الله يرحمه، فهو كان كيقلد الفقيه الحياني، هذو التلامد ديال الفقيه، وكانت عنده مدرسة كبيرة هنايا الحمد لله. ثم الشهرة عند عيان الفاس وعيان الدار البيضاء، حيث أنه إذا لم يكن الحياني في وقت السبعينات والثمانينات عند الأعيان في مناسبتهم، لا تكون الليلة عندهم بالفرح والسرور. ما شاء الله، دائما الحياني كان مطلوبا. وثم الفقيه الحياني كان كيحفظ الكلام ديال القوم، كلام ديال الصوفية، وهو اللي برز في المغرب الحمد لله النسقة المغربية ديال السماع المغربي، خدا الصنائع أندلسية وقادها على الأمداح النبوية، وهذه ما يسمى بالعمل الفاسي، المدرسة الفاسية. وكان كيسقط بالمديحين سيدي الدكتور باش نعرفوا على هذا الشيخ رحمه الله، بس ما كيعرفوش، لأن حقيقة البصمات ديالهم يجي نصيبناها في الدار البيضاء، رحنا يعني شربنا منهم وخا ما حضرناش عليهم، ولكن التسجيلات ديالهم اقتبسنا منهم. حقيقة الفقيه الحياني كان عنده الرغول، واحد الصوت الرغول الجميل لم يدرك الآن، صوت ديال الفقيه الحياني، بحيث إذا سمعتي الفقيه الحياني كيقرأ القرآن أولا صرد المولد النبوي الشريف، والله ثم والله إلا غادي تنعس بواحد الفرح وواحد السرور وواحد الروحانية جميلة. ومن جهة أخرى كان يستقطب بالمديحين من المغرب، منهم أمثال مولاي عبد السلام الشيخ المديحين بالعرائش، الحاج عبد السلام العبراني المريني رحمة الله عليه، كان دائما ينزل ضيفا عنده وكان كيديهم المناسبات. وكذلك المرحوم الشيخ من أعلام السماع في المغرب سيدي عبد القادر مصانو رحمه الله، وكذلك أمثال سيدي عبد السلام الشبيهي اللي كان مؤدين صاحب الجلالة في المسجد الحضرة الشريفة في الرباط، كان له صوت، كان يسمونه أنذاك مولاي عبد السلام الشبيهي رحمه الله الصوت ديال أم كلثوم، يعني لا في الموال ولا في القراءة ولا في كل شيء. كذلك المرحوم برحمة الله هو الفنان اللي كان عندنا من المسمعين الكبار، سيدي عبد اللطيف الشيخ المديح المعروف، سيدي عبد اللطيف المنصور، المدرسة الكبيرة الحراقية للمديح والسماع، كان دائما يتجاوب مع الفقيه الحياني، بحيث أنه إذا جلس مع الفقيه الحياني في الدار البيضاء يقول لك الشيخ القراء والشيخ ديال سيدي الحياني هو اللي يبدا لنا وهو اللي يسير بالنفقه ديالو. وامثال عمر زويتين الشيخ السماع، سيدي عمر زويتين رحمه الله عليه، والعمراويين سيدي حميد العمراوي، هذو كلهم سيدي العربي رحمه الله فطاحله ديال السماع رحمه الله عليه. اما الفقيه الحياني حقيقه مدرسه فاسيه، لا في القراءه والتجويد بالانغام المغربيه، وكذلك في السماع المغربي الصوفي التراثي. وفقيه الحياني رحمه الله عليه كان مدرسا، وانتم كتشوفوا سيدي الدكتور هذا الشيء كله ديال حقيقه ديال المدرسه الحياني، سيدي عبد المجيد
الصويري أطال الله في عمره، راه ماشي على المشوار، ولا زال المسجد الحاجي يلقن في كل صباح من يوم الجمعة البوضة والهمزية والصنائع المستعملة والأشعار والأسجال ديال المتصوفة. فحقيقة نشكرهم على هذه المبادرة، وخاصة الأخ الصرابي الله يجزيه له في العمر ويجازيه على الاهتمام دياله كنموذجا للشيخ قرائنا بالمغرب المرحوم الفقيه الجابري الحياني، فإننا نحن نتذكره ودائما ما كننساوهش ونترحم عليه. وكنشكر قناة ديال الإذاعة سيدي محمد السادس الله ينصره اللي كدوز لنا التسجيلات ديالو، حقيقة لأنه كنحظى بواحد الرعاية خاصة عند سيدنا المرحوم الحسن الثاني رحمه الله، وعطى تعليمات ديالو الوزير الأوقاف آنذاك للشيخ السكان المغربية بالأطباع ديال الأنغام المغربية برواية ورش عن نافع. وتسجيل الحمد لله هو كاين عدة تسجيل ديالو موجودة في الخزانة ديال الذخيرة ديال المكتبة ديال الأوقاف، الحمد لله موجودة. وبغينا هذا الشيء تحية ديال القراءة المغربية، لأن الدكتور الله يجازيكم هذا موضوع مهم جدا، لأن سمعت في المدوان الناس كيطالبوا من أجل تجديد والازدهار للقراءة المغربية. علاش؟ لأنها يجب علينا أن لا نهمشها، هي باقية بقية سوس في المدارس العتيقة، ولكن خصنا المدارس ديالنا تحيا، وخصنا يكونوا الأساتذة والشيوخ اللي غيلقنوا هذه القراءة المغربية. لأن في واحد الوقت سيدي الدكتور كان سيدنا الحسن الثاني رحمه الله فتح الدرس الحسني وقال واحد المقرئ، قال له لا بغيتي تتعلم القراءة المغربية لأن شافوا كيقرا بواحد الطريقة ماشي هي حقيقة منضبطة، وقال له يجب عليك أن تذهب عند المسمعين عند المادحين. نعم. بأن تحفظ القراءة المغربية. والحياني رحمة الله عليه الرجل عاش رجلا فقيها عالما جليلا شيخا مربيا، وتتلمذ عاوتاني في العلم، في العلم أخذ العلم عند المرحوم العلامة الشيخ سيدي حسن الصديق في طنجة، حيث ذهب عنده وقد حضر عدة ملتقيات، حيث أنه الرجل مبرز كان يقرأ القرآن في باريس في كبار المساجد سينات. ثم ذهب إلى مسجد السنة، هو اللي كان في الافتتاح ديال المسجد السنة، وأخذ عدة جوائز. وعبد البسط رحمه الله استشهد بقراءته، فقال له الحياني أنت، ولأنه الرجل كان بصيرا، لأنه كان بصير هو رحمة الله عليه، كان بصيرا، فقال له الحياني أنت أحسن قرائنا في العالم، لأن قراءتك روحية وعذبة تذهب إلى القلب مباشرة. سبحان الله. قال له الشيخ عبد البسط باحترام من هذوك القراء رحمة الله عليه أمثال مصطفى إسماعيل وأمثال هؤلاء القراء، ولكن الحياني كان بارز وكان فارض بالقراءة المغربية، وخا أنهم بعض الناس نكروا على القراءة ولكن ما فهموش الطبوع اللي كان كيقرأ بها، لأن احنا عندنا واحد الصيغة واحد الصبغة واحد اللون ديالنا في المغرب خاص كيعرفوه المغاربة. أنت الدكتور؟ نعم سيدي. والله يجازيكم على هذا الاهتمام بأمثال هؤلاء الأعلام، جزاكم الله خيرا. وكنشكروا إذاعة ميد راديو اللي دائما كتبتكر وكتجدد، حقيقة المغاربة خصهم يعرفوا هاد الشيوخ وهاد القراء. أنت سيدي الدكتور؟ نعم سيدي. خصهم يعرفوهم، وكنشكروا هاد المجلس ديال عين الشوق الله يجازيهم على هذا الاهتمام، ونطلبوا إن شاء الله تعالى الازدهار والتوفيق في كل وقت وفي كل مناسبة دينية، أن يكون يعني الاهتمام بهؤلاء الأعلام خاصة العالم الصوفي. أنه بكل صراحة نحن لا نتحيز أيها الدكتور، العالم الصوفي مفروض اليوم، اليوم المغاربة وكاع جميع المسلمين كيطلبوا الحاجة اللي غتغدي لهم القلوب ديالهم، ألا بذكر الله مصداقا لقول الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب فصلوا علي فإن الصلاة تكشف الهموم والكروب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ويجب علينا أن نكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نحرك وجدان أنفسنا وأنفس غيرنا، لأن هذا شيء ضروري، لأن هذه المشاكل ديال هذا الوقت المتعصبة وهذه الظروف وهذا الجو الذي نعيش فيه، والله ثم والله مفتاحه ودواؤه هو ذكر الله، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومحبة أهل الله. اللهم تعالى يجزيكم عنا خيرا على هذا الاهتمام، ورحم الله جميع القراء وجميع الشيوخ المغاربة
في المشرقي والمغرب كنترحموا عليهم لان خلونا البضاعه وخلونا الكنز من الكنوز، وحنا ماشيين في هذا الطريق الحمد لله كنعملوا واحد المجهود وكنشكروا الحمد لله هذه الميد راديو اللي كتهتم بالتراث المغربي والتراث العلمي والتراث الصوفي. جزاك الله خيرا ايها الدكتور العبقري، انا اسميك عبقريا، انك رجلا محبوبا، استغفر الله، شكرا، رجلا رجلا فاضلا، والكلام ديالك رطب، دائما كيكون رطب لا في السؤال ولا في الجواب. شكرا جزيلا. شكرا سيدي عمر البريمي، شكرا على هذه الكلمة الطيبة، شكرا على هذه التوضيحات، وطبعا هذا التكريم لهذا العلم المغربي الجليل الشيخ المرحوم المشمول برحمة الله سيدي محمد الجابري الحياني، اللي هو شيخ القراء وشيخ المادحين، واللي كان عنده مواقف تربوية رائعة. يذكر بأنه جود القرآن الكريم بالطريقة المغربية 60 حزب، ولما أخذ هذا الخير كله تقدم إليه المرحوم الحسن الثاني طيب الله تراه، قال لي هذا واحد المال غتستعن به على أنك جودت القرآن الكريم بالطريقة المغربية، فقال لي هذا كلام الله لا أخذ عليه أجرا، وخذ هذاك المال ووزعه على دور الأيتام وعلى المساكين. فهنيئا له، هذا نموذج لعلم مغربي قارئ وفقيه ومادح وكان بعيد عن الدنيا، هنيئا له أن وفقه الله تعالى لهذا الأمر. فهذا من باب الوفاء لرموز الثقافة المغربية خصوصا في شقها الديني. أيها الأحبة الكرام، عقارب الساعة تدركنا والوقت قد انتهى، نختم بهذا الكشكول من المديح النبوي ومن التجليات في الذات الإلهية مما يدخل الفرحة والسرور والبهجة والحبور القلوب، الله ذو الجلال. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.